كان عندنا كالعادة مراسلتنا صحفية الميدان ريجي الحمروني لو كان جاء عندنا الإمكانيات راهي في غزة، أما توا في برج الوزير لا محالة باش نحكيو على أجواء الطرقات توا في حي الصحة برج الوزير. أريج مساء الخيرات. مساء النور برهين، تحية ليك ولكافة حضورك الكرام ولكافة مشاهدي قناة حنبال. بالفعل نحن موجودين في برج الوزير باش نحكيو على وضعية الطرقات، واحد من أشهر الطرقات اللي منذ سنوات الوضعية نتاعو ما تبدلتش، نحكيو على بين السبعة والعشر سنوات. نفكركم أنه البلاصة اللي نحن فيها توا هي فيها صار فيها الفيديو الشهير للكاميون نتاع الياغورت اللي طاحت في وسط الحفرة منذ أشهر لهنا، باش ناخذوا رأي المتسكنين الموجودين لهنا حول وضعية الكياس اللي كما قاعدين تشاهدوا هو مبلول لأنه لحوينة. قولي برهان، طمني على الحفرة ما زالت موجودة ولا طمني عليها اللي طاحت فيها كاميون الياغورت؟ الحفرة بطبيعة ما زالت موجودة برهين، وضعيتها ما تغيرتش، نفس الحفر موجودين. حبيت نقول لك انه كما قاعدين تشاهدوا رغم انه ما صبتش الامتار الكيس مبلول لانه المتسكنين او اصحاب المحلات يصبوا الماء لهنا خاطر يولي لهم عجيج بسبب التراب الموجود في الحفر هذوما. باش ياخذوا راي واحد من المتسكنين الموجودين بحذنا هنايا باش يحكي لنا على وضعية الطريق هذايا. مساء النور سيدي، لو كان تحكي لنا على المدة اللي الطريق على الحال هذية وشنو اللي تبدل؟ مساء النور ومرحبا بكم، نورتوا حي الصحة. هذا ما يشبه الطريق، حاجة تشبه الكياس فهمني. هذا ليه 10 سنوات نثبت عليه. بون أنا قبل عام 2010 سكنت لهنا في حي الصحة والكياس كان على حالته هذية. داير التاكسيستية وقت اللي يجيو من غادي بجهة القنطرة غادي كان برج الوزير ما يجيبوش على الثنية هذية بالكل، عندهم حق على يخافوا يعني يرفضوا انهم يجيبوا ما يجيبوش ما التاكسي لي تاكسي انت لي تاكسي سيرتو ما يجيبلكش على الثنيه هذه ابدا، مستحيل كان يعملها. يجيب على الهادي نويره، يزيد يقدم شويه يجيب على الهادي نويره، اما بيجيب على الكيس هذايا وتساله تقول له عليه يقول لك يا اخوي الكيس هذايا ما تعداش منه. كما تفضلت وصورت معناها حاله ما تتوصفش، ما تتوصفش بكل حالته معناها فهمني. شو نقول لك، يشبه الكياس، يشبه ثم الجريفي ثم الجودرون ثم كل شيء لكن ما يجيش كياس مكسر بكيفيه غير عاديه. الصباح ديجا كي تبدا كي نبداو خارجين وكل شيء من بعدك شويه كي تجي ترى هكا ديجا ترى العجاجه اون ديري ضباب مش لعب تلمو معناها الكاس حالته واضح. شكرا لك برهين. عنا مواطن واحنا قاعدين نصوره هو وقف كرهبته اختار انه يتدخل معنا باش يحكي لنا على وضعيه الكيس. تفضل سيدي، شنو تحب تقول فيما يخص وضعيه الطريق لهنا؟ والله نطلبوا من السلطات، نطلبوا من السيد الرئيس يعاوننا على الكيس. فرج كرهبتي جديده ودي ولات اكسوخ كيفات قربعه بكلهم الكيس هذا الى متى؟ توا واحد سكت اثنين سكت الباقي كله راهم ما يسكتوش. نهار باش يعملوا حمله راهي باش تصير برشا مشاكل. يا لوغ لهنا نطلبوا من البلديه من رئيس المنطقه من الاقليم من اللي هو يشوف لنا حل في الكياس هذا، راهو بالرسمي تعبنا. شنو هي كان يا خويا تحبوا نتعاونوا الناس الكل خلينا ندخلونا خلينا نتعاونوا فيه الكياس تو نخلصوا في الفينيات. انا واحد من الناس نخلص في زوز ملايين انا في الفينيات. اي وين هاو الكيس؟ فرج الكيس بالله سوى الكيس عاش خويا. انا خلص في فينيات زوز ملايين باش نمشي في الحفر. اريج بتحكيه من سيرش مش قداش من عام نسمع فيك برهي. بربي اسال جماعه 10 سنوات كامله حصل تصليح وبعد رجع هكا ولا ما حصل حتى مره حتى تصليح؟ اختي والله العظيم تعبنا. مادامكم موجودين بحذنا منذ 10 سنوات هل تم تصليح الكيس ومن بعد عاود؟ لا 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 لا، تصير حفره هبط فيها كميون ومره اخرى طاحت فيها كهرباء جاوا رقعوها كما هي وخلوها هكاك. ترقيع كهو الكيس هذا ما عمره ما تريقل، ديما تصير فيه حفره تتحل كبيره تطيح فيها كهرباء ولا كميونه ويجيو يسكروها كما يسكروها من بعد يمشوا على رواحهم.
واضح برهين. باش نزيدوا نحن نقدموا شويه نخليكم مع بعض الصور للكيس هذايا حسب الشهادات اللي سمعناها. كيف كيف فما مولا محل سالته لهنا هو عنده زازار، قال لي انا عامل صانع بالذمه فقط للكاوتشو باش يصب لي الماء كهو على الحفر باش ما يعملوليش عجيج في الحانوت. برهين كما قاعد شاهد في التذمر نتاع المواطنين، وهذه حاله الطريق اللي نخليكم مع الصور نتاعها. وعوده ليك برهين للاستوديو. يعطيك الصحه اريج الحبروني، نقعدوا معك في شويه صور. هذا الكل قبل ما ربي يرحم بالمطر، راهو يلزمكم تشوفوا الوضع كي تصب المطره صغيره في مدخل برج الوزير. مدخل برج الوزير اللي هو حي مكتظ، برج الوزير اللي فيه تقريبا الاف المتساكنين، يعني هذا في قلب العاصمه يتسمى، راهو ماناش في الطرقات الريفيه الغير معبده ولا حاجه. هاو تشوفوا الوضع، التساؤل. وزاد كنت لجب تمشي زاد الرواد اللي يعرف البلاصه، اريانا تبارك الله رواد، فما اشغال بتاع 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 قنوات درشنيه التو لو فات عندها 8 سنين، ومنظر بتاع تربه وحفر ووضعيه من النوع هذايا. طبعا احنا اخترنا هالموضوع هذايا على ضوء تقرير خرج صندوق النقد الدولي، خرج فيه الكياسات التونسيه من التصنيف الدولي. احنا غير مش مصنف، لا خرجنا اول مره من التصنيف. انتم راهو برا شوفوا، وكانه جو بتاع افريقيا. ماك تعرف راهو قصه الكياسات هذه من اهم المؤشرات التنمويه بتاع بلدان اللي صنفوها للاسف. نجيب كيف